بسم الله الرحمن الرحيم، أولادنا الشطار. احنا دلوقتي في البارت الثالث. معلش، احنا الوحدة بتاعتنا دسمة قوية، بس ده كله هيفرق مع مستواك العام. أول كلمة عندنا كلمة لامب. لامب يعني مصباح، لامب. طب لو حضرتك شفتها مكتوبة بالسبيلنج ده اللي هو LAMB، البي ساعتها سايلنت، وكلمة لامب معناها خروف صغير، يبقى إنما لامب مصباح. بيسن أو بيسن يعني حوض، بيسن يعني حوض، او زي مثلا نايل بيسن، حوض النيل. كيرتنز، كيرتنز الستائر، كيرتنز الستائر. واردروبس، واردروبس، واردروب، واردروب اللي هو الدولاب. تشيست اوف دراورز، تشيست اوف دراورز، تشيست اوف دراورز. انفورميشن، انفورميشن، انفورميشن. ميرور، ميرور، ميرور يعني مرايه. ميرور. كاربتس، كاربتس، كاربتس. armchair, armchair, armchair. floor, floor. socks, socks. gray, gray, gray. attractive, attractive. something attractive, جذاب, attractive. bookshelf, bookshelf, bookshelf. matches, matches. كبريت, matches. sofa, sofa. bathroom, bathroom. cushions, cushions. الوسائد, cushions. wood, wood. furniture, furniture. expensive, expensive. something is expensive يعني الشيء ده غالي. this car is expensive. العربية ديت غالية. nearby, nearby, nearby. adjective معناها قريب. nearby village يعني قرية قريبة. pen friend, pen friend. صديق المراسلة. pen friend, pen friend. without, without, without يعني بدون. without sugar يعني من غير سكر. لو هتعمل لي شيء خليه without sugar، من غير سكر. corner, corner يعني corner، ركن. corner. covered, covered, covered. covered يعني متغطي. covered, covered boot. gold, gold الذهب. belong to, belong to, belong to. antiquities, antiquities, antiquities. believe, believe. tables, tables, tables. انت معايا صح كده؟ tables. metal, metal, metal. sunlight, sunlight, sunlight. clothes، ما تقولش clothes، clothes. nature، nature. التي مع اليو كده تتنطق اتشا. nature، nature. reserve، nature reserve اللي هي محمية طبيعية. nature reserve. downstairs، downstairs. الدور السفلي. downstairs. upstairs، الدور العلوي. break، break، break يعني راحة، وbreak يعني فسحة. تعالى ولادي الشطار، ولادنا الشطار المهتمين جدا الحلوين جدا هم اللي بيحفظوا معانا الديفينيشنز او التعريفات. يلا معانا. اول تعريف عندنا كان في كلمه بيسن اللي هو الحوض. ايه هو البيسن؟ ا كونتينر وير يو واش يور فيس. كونتينر وير يو واش يور فيس، بتغسل فيه وشك، ده هو البيسن. طيب لامب، ان اوبجكت ذات برودوسز لايت. اوبجكت شيء بيطلع لك الايه؟ اللايتس. طب يا ترى ايه هي الكيرتنز؟ الستائر. كلوث، قماش. put on the window، بتحط على الويندوز. to keep the light out، يحجب اللايت. يبقى cloth put on the window to keep the light out. mirror، a piece of special glass. a piece of special glass، قطعة من. piece of، قطعة من. special glass، زجاج خاص. that you can look at، تبص عليه. and see yourself، وتشوف نفسك in، جوه الشيء ده. carpets، ايه هي الكاربتس؟ something for covering the floors. something for covering the floors. على فكرة في كل اللي احنا خدناه اهم بارت البارت الثالث في الكلمات. something for covering the floors. يا ترى ايه هو armchair؟ comfortable chair with sides. chair مريح with sides وليه جوانب تحط عليها الارمز، عشان كده هو اسمه armchair. comfortable chair with sides that you can rest your arms on. rest your arms on يعني تريح عليها دراعاتك. wardrobe, wardrobe, wardrobe. a large cupboard، دولاب كبير. that you hang clothes in، بتعلق في الملابس. اولادنا الشطار هم اللي بيتكملوا معانا في الاكسبريشنز. اكسبريشنز يعني كذا كلمه مع بعض دي ليهم معنى، كذا كلمه مع بعض في نصهم حرف جر، في نصهم تركيبه معينه بنهتم بها كويس جدا. يعني مثلا wooden furniture، صفة وموصوف. wooden furniture يعني أساسات خشبية. wooden furniture. كلمة اللي بعدها on the front، في الأمام. on the front. in a flat، in a flat يعني في الشقة. in a flat.
do homework يعمل الواجب. look out of the window يبص من الشباك. look out of the look out of يبص من. play computer games يلعب computer games. made from wood made from wood يعني مصنوع من الخشب. covered in gold مغطى بالذهب. covered ايه in حرف الجر اللي انا عايزك تنتبه ليه هنا in. طب وهنا from. طيب وهنا عايز اقول لك ان الكمبيوتر جيمز معها play. reading bed يقرا في الفراش. تقعد تقرا كده في سريرك. on the window يعني في الشباك. on the window with curtains open يعني بالستائر مفتوحه. with curtains open. ايام الاسبوع ساتردي سانداي موندي بتاخد on فتلاقي on sunday. able to ده تعبير معناه قادر على. زي ما انا اكتب لك جمله كده she is able to هي عندها القدره على drive a car ان هي تسوق عربيه. يبقى ده تعبير able to قادر على بيجي قبليه verb to be. want to يريد and she wants to read. thanks for I thanked her شكرتها for help على مساعدتها. get up at وتحدد الساعة. get up at 7 يصحى الساعة 7. make breakfast يعمل الفطار. on the floor على الأرضية. tell about يحكي عن يخبر عن. tell about يخبر عن. match the carpet يعني يطابق الايه السجادة. يشوف السجادة ديت والسجادة دي. match the carpet. the best thing is يعني أفضل شيء هو. ودي بداية جملة جميلة جدا. the best thing is أفضل حاجة إن أنت you can do the best thing is far from بعيدا عن. أولادنا وبناتنا الشطار لو ركزنا مع بعض هنلاقي إن في كلمات شبه بعضها زي ما قلت لك بتفرق من إلى. تعال نشوف. homework اللي هو الواجب اللي احنا بنعمله بعد المستر ما بيخلص. وhousework اللي هو واجب عمل المنزل. from يعني من. خلي بالك حروفها الار الاول اف ار from من. طب form يعني شكل او صورة او استمارة. form lamp ولام اللي انا قلت لك عليها في اول الشرح. german الماني. طب وجيرماني. جيرماني المانيا نفسها الدولة نفسها. يبقى german الماني وجيرماني المانيا. الكلب الايه يا دي علي. كلب الجيرمن صح. بيعمل ايه الكلب الجيرمن. thank يشكر. thank يعني يشكر. طب think بالاي يعتقد يظن. يلا نجيب بقى ولادنا الشطار الكلمة والعكس. كلمة مثلا زي live يعيش die يموت. downstairs upstairs friend enemy finish ينتهي start يبدأ. early late after before many few. many يعني عدد كتير وfew عدد قليل. وقلنا الشطار يلا بينا على التصريفات. read red make made till told break broken. واحنا بنشرح سمعنا كلمة wood وwooden وgold وgolden. ايه الكلمتين دول؟ ايه الفرق بينهم؟ gold دي المادة وwood المادة اللي هي الخشب. wood وgold الذهب. طب لما احط لها ايه ان بقت الصفة. شوف المثال. wood الخشب نفسه is used making many things. طب wooden بقى يعني مصنوع من الخشب. wooden furniture was expensive. طب تعال ندي لك مثال gold. gold is expensive يعني الذهب غالي. gold is expensive. طب golden covers الكفر اللي لونه ذهبي are nicer بتبقى ألطف من الكفرات التانية. الفعل look يعني ينظر. look at يعني ينظر إلى. look at the board بص على السبورة. look out of يعني ينظر من. look out of the window يعني بص من الشباك. belong to يعني ينتمي إلى. this pen القلم ده belongs to Mr. وليد بينتمي لمستر وليد. أقول لك this car belongs to علي العربية دي ملك علي. طب owned by برضو تعبير معنى يمتلك. my friend ماله on the car يبقى the car belongs to my friend. أحمد on the house يبقى the house belongs to أحمد.
بيلونج الفعل بتاعها الشيء، وأون الفعل بتاعها الشخص. الكلمة المزدوجة break يكسر، break broken. طب وبريك برضو فسحة وراحة. get up ينهض من الفراش، إنما wake up يستيقظ. طب وget to يعني إيه؟ يصل إلى. يلا أولادي الشطار نحل مجموعة تمرينات سريعة. أول كلمة عندنا this flat belongs، حرف الجر مع belongs إيه؟ belongs to. they got a swan yesterday، يبقى got to، وصلوا إلى. this chair is، it is made of wood، wood خشبي. we mustn't rules، we mustn't لا يجب، we mustn't break rules لا يجب أن break يعني يخترق القواعد، لا يجب أن نخترق القواعد. we mustn't break rules. don't look out of the window or you might fall. don't look out of، لا تنظر خارجا من الويندو. ولادنا الشطار الفقرة اللي جاية بتاع الريدنج، وياريت تكونوا استفدتوا اللي اتقال في الفقرات اللي فاتت. يلا نطبق مع بعض الموضوع ده. فريند صديقة بعتها لصديقة تانية، فجودي بعتها لريبكا بتقول لها dear Rebecca it's very nice to meet you it's very nice to meet you، يعني حاجة جميلة ان انا قابلك. my name is Judy، انا اسمي جودي. I'm from الفيوم، وانا من الفيوم. it's city with beautiful nature reserve. nature reserves يعني محميات طبيعية nearby. I live with my parents brother in my flat. I live with my parents يعني بعيش مع البيرنس الوالدين. with my parents and my brother واخويا، تمام، in a flat. my grandparents live in a flat، و grandparents بيعيشوا في flat downstairs في الدور اللي تحت. on Saturdays في ايام السبت، on Saturdays او Saturdays I usually get up early، بصحى بدري. and help my grandmother with her shopping، وبساعد ال grandmother في الشوبينج يعني في التسوق. then I read or do homework، وبعد كده بقرأ وأعمل واجبات. in the afternoon I visit my friends، وفي المساء بساعد أصدقائي. or play computer games with my brother. my favorite subjects are math and English. thank you for being my Ben friend، شكرا على ان انت بقيتي Ben friend، صديقي المراسل عندي. احنا حاليا عندنا في التوقيت الحالي اسمها e-friend او net friend. إيه فريند اللي هو الصديق الإلكتروني اللي هو على الفيس والواتس وعلى الانستجرام وكلام من ده. إنما البين فريند زمان كانت المجلات بتبعت عناوين وأرقام لناس من دول تانية، وإحنا نبعت لها وهم يبعتوا لنا وإحنا عيال صغيرين قدكم كده. I'm happy to be able to practice my English، أنا سعيد إن أنا هقدر أتدرب على الإنجليزي بتاعي. I hope to hear from you، أتمنى إن أنا أسمع أخبار منك يا ريبكا. تمام، دي بعتها لزميلتها وعايزه تمارس الانجليزي معاها كتابه مع زميلتها الثانيه. ولاد الشطار يلا بينا بقى نحل على البارت الثالث. اول جمله عندنا بتقول ا جيفز اس لايت ات هوم، ايه اللي بيدينا اللايت ات هوم؟ لامب. ان ماي روم اي هاف ا سمول، في الروم بتاعتي انا عندي سمول ايه؟ تو واش ماي هاندز، بغسل ايدي ام فيس، يبقى الروم عندي فيها بيسن حوض. تمام، there is a of drawers where I put my clothes، بحط الملابس بتاعتي فين؟ في chest of drawers يعني الدولاب. people use a so that they can see themselves، الناس بتستخدم ايه عشان تشوف نفسها؟ mirror مراية، see themselves. are put on windows، بنحطها في الشبابيك to stop light، عشان تمنع اللايت. الكاربت السجادة، لا طبعا مش هنحط السجادة في الشباك. curtains ستاير curtains. he can't walk after the accident so he uses a stick، مش عارف يمشي لذلك بيستخدم ايه؟ stick عصا. although my room is small، على الرغم ان اوضتي صغيره. it is attractive I like it، بتعجبني. this mobile to my sister، الموبايل ده بيخص اختي يبقى belongs to my sister. we have beautiful at home it's new، عندنا ايه جميلة في البيت؟ عندنا curtains ستاير جميلة في البيت. الفيوم has a beautiful nature، الفيوم لها nature reserves محميات طبيعية جميلة. there is a big on my floor، there is a big ايه على الارضية floor carpet a big carpet. he is in France with his family، he in France بيعيش في فرنسا مع الفاميلي بتاعته. يعيش يعني he lives in France، he lives
هعيدها الجملة تاني. He in France with his family. He arrived in France يعني وصل لفرنسا مع أسرته. You must a ticket to get into the stadium. عشان تدخل الاستاد you must ايه؟ You must reserve a ticket. تعال بقى نترجم كده كلمة كلمة. Serve يعني يخدم. Serve يخدم. Preserve يعني يحافظ على. أما serve يعني يتصفح الإنترنت. فالكلمة الوحيدة اللي صح هنا reserve يعني يحجز. My favorite is lunch. Lunch غدا يبقى my favorite meal. We can use a chest of drawer. Chest of drawer اللي هي الدولاب. Or a to keep your خزانة الأدراج اللي هي chest of drawer وحدة الأدراج يعني أو wardrobe اللي هو الدولاب. There are curtains. في curtains يعني ستائر. The windows of my flat. فين؟ On the windows يعني على الشبابيك. He likes sports. هو بيحب السبورتس الألعاب الرياضية. He wants abroad. He wants to travel abroad. I go to the club Saturday. Saturday ده يوم هياخد on Saturday. The curtains الستائر match the carpets يعني مناسبة قوي للايه للكاربتس للايه للسجاد. ستائر ماشية مع السجاد. They look attractive وكلهم شكلهم حلو مع بعض. ان شاء الله هنحل تيست كامل على الوحدة الاولى. التست ده اوله بيقول Can I ask you some questions؟ السؤال ده جميل. اي ما تحب تبدأ محادثة مع حد قول له كده Can I ask you some questions؟ Can I ask you some questions؟ فهو هيقول لك Sure اكيد. ممكن يكمل لك لو كمل لك بسؤال يبقى What would you like to know؟ انما الاجابة البسيطة Sure اوكي خلاص. طب لو كمل لك بقى إجابة أعلى شوية هتبقى كده What do you want to know? What would you like to know? ماذا تريد أن تعرف؟ سأل سؤال قال له There are five people in my family. في five people خمس أشخاص in my family. دول كده عدد صح؟ يبقى how many كم عدد؟ كم عدد إيه؟ How many people? كم عدد ال people الناس are there in your family? طيب When do you get up? When do you get up? بتصحى امتى؟ Say at 7. اللي بعدها My father is a doctor. الوظيفة What is your father's job? What is your father's job? ما وظيفة باباك؟ Does your mother work? هل مامتك بتشتغل؟ فقال له She's a housewife. Housewife يعني ربة منزل. يبقى no she doesn't. السؤال اللي جاي سؤال الباسج القطعة. السؤال بيقول Once there was an old miser. كان في old miser يعني شخص بخيل كبير في السن. Who lived in a house with a garden. كان بيعيش في منزل في garden جنينة. The old miser used to hide all his gold. الرجل ده دايما البخيل ده كان بيهايد بيخبي الجولد الذهب بتاعه under stones تحت الأحجار in his garden every night before he went to bed وكل يوم قبل ما ينام the miser went out into the garden يخرج للجنينة to count علشان يعد count his coins العملات بتاعته موجود قد ايه. He continued the same routine every day. ونفس الروتين كل يوم كل يوم. But he never spent a single golden coin. ولكن عمره ما ضيع single golden coin أي عملة واحدة ذهب. One day a thief saw the old miser. لص شاف مين الميزر البخيل. Thief لص miser بخيل. Hiding his coins. Once the old man went to bed back into the house لما رجع لبيته الاولد مان ودخل بيته
The thief went into the hiding place. راح الثيف على الهايدنج بليس، المكان اللي هو بيخبي فيه الحاجات. Took all the gold، وخد كل الذهب. The following day as the old man came out to count his coins، يوم اللي بعده خرج الاولد مان عشان يعد الكوينز العملات بتاعته. He didn't find anything، ما لقاش اي حاجه. And started crying، وبدا يعيط loudly بصوت عالي. His neighbor جاره heard the cries and came، سمع الصراخ بتاعه فجاه. Running asking what had happened، the man told him what happened. The neighbor asked why didn't you save the money in a safe، ليه ما حطيتش فلوسك in a safe. safe كلمه معناها امن ومعناها كمان خزنه، in a safe. تمام. The neighbor continued having it inside the house would make it easier to take when you need to buy something. بيقول له، رد عليه المايزر وقال له لو حطيتها في الهاوس هيخلي الموضوع easier، اسهل عليا ان انا take money، اخد فلوس when I need to buy، لما اجي اشتري ايديا هتجري على الفلوس. اول question هنا where did the man keep his gold coins، الراجل ساب الجولد كوينز بتاعته فين؟ in a hide place، في مكان. in the garden، في الجنينة. What does the word you refer to؟ you أتشير لإيه؟ فين كلمة you؟ why didn't you save؟ you هنا الشخص المتكلم بيتكلم مع مين؟ عن miser. Who came when the old miser cried؟ مين اللي جه لما the old miser cried؟ neighbor الجار. The old miser lived in a house with، البيت بتاعه كان فيه ايه؟ garden. The neighbor suggested that the old miser should keep his money in، النيبر اقترح ان هو يحط الماني فين؟ a safe. من اجمل الحاجات في سؤال القطعة ان انت بتتعلم معلومة جديدة، تعلمت كلمة safe يعني خزنة. The coins are made of gold، الكوينز مصنوعة منين؟ من الجولد. My routine، تعال نتكلم بقى في الجرامر. My routine at 7 a.m. My daily routine، روتيني اليومي. Is the opposite of dirty، عكس dirty ايه؟ attractive، جذاب. The opposite of dirty and ugly، attractive، جذاب. She doesn't to school on foot، doesn't بيجي معاها الفعل فين؟ في المصدر، doesn't go. I always keep the clothes in، بحط اللبس بتاعي in ايه؟ wardrobe. The police arrested the thief، البوليس الشرطة arrested قبضت على الثيف اللص. And they took him to، وخديته للفين؟ prison، سجن. Has she a new bag؟ Has she got a new bag؟ هل هي عندها new bag؟ That broke، so there was a glass everywhere، ايه اللي اتكسر وبقى فيه glass everywhere؟ The window، شباك broke. أو the mirror، mirror يعني المراية broke. My old flat is over there، my block of flats، block of flats يعني البلوك اوف فلاتس اللي هو العمارة السكنية اللي انا قاعد فيها. He walks so he uses wheelchair، بيستخدم الويلتشير. ليه؟ He can't walk، مش بيعرف يمشي. In the library they keep the box on، في المكتبة بيحطوا البوكس فين؟ بيحطوا البوكس on the bookshelves، يعني على الارفف. complete، كمل معايا. she always is clever، لا is بتسبق، is always clever. he usually arrive، لا he usually arrives. have علي got a camera، has علي got a camera. the man can drives carefully، لا لا the man can drive carefully. هنا بقى your everyday routine، يعني روتينك اليومي. لما يجي لك الاسي رايتنج، لما يجي لك الباراجراف في الامتحان، اعرف ان انت جملتك بتتكون من subject، فاعل، verb، فعل، verb، object،
complement 1 complement 2 وممكن كمان complement 3 فاعل فعل مفعول تكملة أولى تكملة تانية تكملة تالتة. التكملة الأولى ممكن تبقى ظرف مكان، التكملة التانية ممكن تبقى ظرف زمان، التكملة التالتة ممكن تبقى ظرف طريقة. ممكن يبقى عندي object 1 ممكن يبقى عندي object 2 فاعل أول مفعول أول مفعول تاني. طيب هو بيقول لك my daily routine يبقى بيكلم عنك أنت، فأقول إيه؟ I have أنا عندي a daily routine عندي روتين يومي. بقول I go to school with my family with my friends بروح مع أصدقائي. We go by bus بنروح بالأتوبيس. تمام؟ It takes بياخد مننا an hour ساعة 30 minutes 30 دقيقة. بتكلم في الحاجات اللي بتحصل بس كل مرة لازم توفر لي subject verb object فاعل فعل مفعول. تخيل ان الرسمة دي كده في دماغك وانت شغال subject verb object. طب يا مستر حاجات ما بلقاش object ممكن تلاقي تكملة بظرف زمان وظرف ايه مكان.